السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعكم غادي الحصه تاعنا وين غادي ندير لكم زوج يعني ولا ثلاث تسريبات. عم كاينين بزاف نجيبوها ليجان يعني. كل يوم ندير لهم زوج حبات، كل يوم ندير لكم زوج، ما كاش زوج ثلاثه، كل يوم ندير لكم زوج ثلاثه. راني ناكل بيستاش بزاف، تشاني ناكل بيستاش كل يوم ندير لكم ثلاثه، ما كاش كاع مشكل. نتوما الهيثم اهضروا كي بغيتو. اي سولي قالوا لي شنويه شنويه كي ندير لك هكا عرب لي كلش راه عندي. ندير لك هكا كلش راه كاين، كلش راه كاين، ما كاش كاع مشكل. شويه شنويه انا هنايا غادي تسمع روحك مليح. هيا وقول لهم بانك تسريبات، قول لهم قلدي صوتي، مشي لك شي صوتي، ما كاش مشكل، ما كاش مشكل كاع. ديروا كلش كيما نهار اللي وليتوا على بالي بلي كيما نهار اللي وليتوا تقولوا لي صوت اصطناعي، من بعد خرجوا هما استعرفوا بلي شنو يا خويا. وتم سوا سوا كان ترسل لك هذا غادي نقول لك اي حاجه صغيره برك، وانت تعرف هذا الصوالح. انت راه على بالك تخرج تكذب، بصح في قرار نفسك انت شينوي اللي تقول انا شينوي، رجله معلقه عند البوشي انت اللي تقولها. غادي نقول لك حاجه برك، غادي نعطيك واحد الحاجه هي صغيره برك. شت واش كان ترسل لك، واش كان ترسل لك كسموها يا ربي هذيك الاخرى زوجة قاسم، كلش راه عندي والله لا كلش راه عندي. واش كانت ترسل لك زوجة قاسم وانت تهدر معاها؟ كلش راه عندي، كلش راه عندي. واش كنت تهدر مع ذاك المخنث؟ كلش راه عندي. على الاقل نتايا على الاقل عندي واحد 30 تسجيل تاعك، على الاقل الاقل واحد 30 تسجيل، واحد 30 تسجيل على الاقل. شنو كي ندير لك هاك يقارع روحك. انا متهب على بالك فرح هذوك الهيثم، قول لهم انشروا واش بغيتوا انشروا. علاش يعني ننشر لك؟ انا ننشر لك، ننشر لك صوالح اللي ما تكونش تقارع لهم على بالك، بالك راك ناسيهم. راك تشوف كيما هذه هنايا تاع عبد الله، عبد الله هذه هي عبد الله. هيا اسمع تشوف روحك عبد الله، الله تشوف روح عبد الله خويا، اسمع تشوف روحك هنايا. واش يقول لهم؟ يقول لهم كان لا لعابه هذو ما يبغوا لا وطن لا والو، دراهم حتى جمال معاهم فوالا، حتى جمال معاهم فوالا. استمروا حضره قليله، كنت قاعد داستم عندي يا بيه. هذه وين تهدر هذه؟ يقول لكم وين تهدر هذه؟ هدرها ترى هذه خسر، هذه خسرنا مع موريتانيا. استمروا استمروا شوف، ركزوا معايا تاع جمال منهم فوالا، جمال منهم، ركزوا تشوفوا معايا، ركزوا تشوفوا معايا. واش من روح الوطنية وتحب الوطن اللي تهدر عليه؟ خير الجزائر بعد ما فرنسا تنسهم، ما يجوش على حب الوطن، ما يجوش على الإعلام، جمال منهم، جمال منهم. كيفاش؟ هذو اللي كاع العام دايرين جمال بالماضي ما يظل، هذو كاع العام دايرين جمال بالماضي ما يظل على بالكم. اه وزيد هذاك كيسموه سمعتوا هذه ثاني، هذاك شعبلي، شعبلي سمعتوا تاع شعبلي اللي عجبتني انا تشوف قعدت شعبلي عجبتني، تاع شعبلي اللي عجبتني سمعتوا ما تقلقوا ما والو. وقلت لكم ما تقلقوش، لا تقلقوا، لا تتحمسوا، التحمس تاعكم هذا ماشي مليح لكم. ياه شو التحمس تاعكم، شو التحمس تاعكم واللي وصلكم. شوف 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 ودوك شوف ربي يطيرك على بالنا بلي كنت انت العدو الاول تاع دم الناس بالماضي. فكرني شويه باعصاب واوطار يا خو، واحد الممثل حاشا الممثل على كل حال، بصح وجهو يعيف، وجهو يعيف،
ولدو يعيط بصح يخرج يقولكم باللي شو بالعاد وجع مال بالماضيش كي حاشيناكم هاوتو هادو انا سميتكم نتوما هيثم على اسم انا الهاشمي هذاك ما غاديش نحوس ما عندي واحد التسريبات تاعو ما غاديش نحوس عليه هادو الناس هادو هادو روحوش هادو لازم ياه لازم رسالهم ينقطعوكم ينقطعوكم رسالكم ايه بشويه بالتسريبات الناس بس تعرفكم باللي نتوما كي دايرين التسريبات يعرفوكم كي دايرين هاكتو جاما بالماضي الممثل يعني وحاشا الممثل لا حاشا الممثل شو قال لكم شو شوف لا مشي هو وقيلا مشي مشي نتوما وقيلا لا سمعتو سمعو بالماضي فكرني شويه باعصاب واوتار يا هو واحد الممثل حاشا الممثل على كل حال بصح وجهو يعيط وجهو يعيط بالماضي باش فكرك شعب اللي بعد يخرجوا يخرج يدير لكم هاك شو بير عادوا المنتخب الوطني الجزائري هاو ما شوفوا ولا هاو انا داس عليكم قلت معليش صحا غلطوا معليش هاو انتم بغيت تمازتوا غير بي ياه غادي تسمعوا عندي وحده تاع تشكروا في معطاوي الشكر هذا حسي مسي هذا اللي داير روحو رجله ما فيه حتى حاجه مليحه الاشفار وما عندوش ما فيه حتى حاجه مليحه ما فيه حتى حاجه تبين بلي هذا راجل ما فيه حتى حاجه ايوا تيبو يعيب على الناس هادو هما العيب اللي تيبو يعيبو هادو هما العيب اللي تيبو دايرين بنيادم هادو هما العيب يشكر في معطاوي في الفيديو يشكروا في معطاوي بصح معطاوي يعايروا فيه ويصنفوا في حافظ الراجل سمعتوا معنا كيما بو كلبة عبد الله راه عندي هنايا تشكر في وحيد رفيق تقول له مرافق وحيد نسمع له هنايا وعنده الحصري ويعرف ندي من عنده بصح شتينا لازم نخدم على روحي نطيح عليه خاطر الناس القوة يكرهوه على ديك انا طايح عليه شو كيفاش سمعتوا هذه تاع كيسموه هذا الكلب هذا سمعتوا معنا وجدت وين ارواح 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 اسمع روحك ارواح تسمع روحك اسمع روحك اسمع 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 وسمعوا التالية من يقولوا حافظ الراجل فرشكم هذو شو هذه بيناتهم راه يهدر هذه هنا راه يهدر مع ذاك مسيلمة الكذاب خاطر انا هذه ديتها من التليفون تاع مسيلمة الكذاب هذه التسريب هذا ديتو من عند مسيلمة الكذاب يعني تما راه رسلها مسيلمة الكذاب باقي شو فريد معطاوي شو يقولوا يقولوا معطيشة تاع فريد معطاوي باقي شو فريد معطاوي لما تشوف الباطل وتسد عليه سمارة كومبليس خويا العزيز وتقدر تهضر في الحق سمعنا لا ديكلاراسيون بلي راح يكون فيها قانون الاعلام وتسبا شوية خليو الناس اللي عندها كفاءة تاع الصح تيدوش تهضروا باسمي انا شعبي جزائري ما تهضروش باسمي شعبي كيفاش حبيتوا الشعب يآمن بيكم وانتو ما عندكم ألف من فيرسيون احنا فهمنا باللي هاد لي فيرسيون كشفكم حافظ الدراجي كشفكم حافظ الدراجي بصح يخرجوا هما كل شيء يتبعوا القوة عم يقولوا باللي حافظ الدراجي كي والو أيا نروحوا حنا نمشوا مع ديك الهيثم نعطوهم الغنية اللي يبغوها تما الهيثم هادو الزعماء أنا على سميتهم زعماء الهيثم ثم يمدوا للهيثم واش خاصهم برك الاحلام ما عادش يتعاود لا لونترينر ما راحش حافظ الراجي كي والو ايا نصفوا مع حافظ الراجي كي والو بصح بيناتهم يقول لهم اللي حافظ الراجي راه كشفهم بيناتهم يقول له حافظ الراجي كشفهم بصح بصح شتي لا صايبين الهيثم بزاف هما الحاجه اللي قالبين الهيثم يبغوا الاحلام هاي ما يجيش ينجم يهدر لك هدره تاع اللي تزعف الهيثم لازم ما يهدروهاش ها كيما مسيلمة الكذاب فريق غادي نديرو التسريب تاعو يعاير في حقيقة يعاير في بالماضي يقول له وفروا لك كلش يا خويا كسكت ماشي قاعد هذا غوطا هامن 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 غادي تسمعها مسيلمة الكذاب والله تسمعها اخويا عبد الله مازال كاين وليد تقول زعماك منا مازال كاين انت والكلب جنب
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.